بيبي باس. مرحبا، اضغط هنا للاشتراك. سأفعل شيئا ما، لا يراني أحد. بحذر 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 بحذر. لا لا، أنا في منزل. لا 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 لا. سأفعل شيئاً ما، لا يراني أحد. على مهل مهل، على مهل مهل. أو لا لا، أنا في مأزق. لا 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 لا. لماذا علينا أن نتحلى بالأخلاق الحميدة في الأماكن العامة؟ إذا كان شخص ما سلوكه سيء في الأماكن العامة، ستشعر بعدم الارتياح، أليس كذلك؟ لهذا يجب علينا جميعاً أن نتحلى بالأخلاق الحميدة في الأماكن العامة، ذلك سيجعل عالمنا مكاناً أفضل للجميع. تفضل بعض الشاي. أمي، هل أستطيع استعارة إبريق الشاي؟ هذا ليس لعبة، لا يجب أن تلعبي به. لكنني حقاً أريده. عيديني أنك لن تلعبي به. وأنا أيضاً. حسنا وعدت أمي وأعلم أنني علي أن أفي بالوعد، لكن فقط مرة سوف أخلف به. سيكون هذا مقبولا. على أطراف الأصابع أمي لن تعلم. دولو 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 دولو. وعدت أمي وأعلم أنني علي أن آتي بالوعد، لكن فقط مرة سوف أخلف به. ماذا علي أن أفعل؟ على أطراف الأصابع أمي لن تعلم. قطعت وعدا مع الماما، عليك الإيفاء به، لكني أرى مشكلة. أخبرني من الفاعل، هل هو أنت؟ لا 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 لا، أنا أحفظ وعدي. قطعت وعدا مع الماما، عليك الإيفاء به، لكني أرى مشكلة. أخبرني من الفاعل، هل هو أنت؟ نعم 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 نعم، آسفة أمي. قطعت وعدا مع الماما، عليك الإيفاء به، لكن إذا أخطأت أقول
تفعلي ذلك مجددا. نعم 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 سأتي بوعدي. لماذا يجب أن نحافظ على وعودنا؟ إذا لم تفي بوعودك فلن يثق بك أحد. لذا عندما تقطع وعداً حاول دائماً أن تفي به. يا أطفال هيا نصنع مثلجات ملونة. حسناً. سنستخدم الفواكه والخضار. أها. طماطم طماطم تفاح تفاح فراولة فراولة بطيخٌ بطيخٌ أوه فواكه وخضار حمراء. أحب 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 الخضار. جزر جزر برتقال برتقال يقطين يقطين بابايا بابايا أو فواكه وخضار برتقالية. أحب 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 الخضار. أحب 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 الفواكه. واو. افتح فمك ابلع ابلع خد دواءك. اقفز الخارق هاي هو الطاقة الطاقة قولي 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 اطرد الجراثيم. الطاقة الطاقة قولي 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 اطرد الجراثيم. مرة جدا مرة جدا قولي 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 أوه لا الطاقة انخفضت قولي 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 أنا تعبان. الطاقة انخفضت قولي 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 أنا تعبان. لم يعد يطاردنا. صغيري
صغيري لا تخف ابلع ابلع خذ دواءك صغيري صغيري لا تخف ابلع ابلع خذ دواءك الطاقة هي هو الطاقة هي هو الطاقة هي هو الطاقة هي هو الطاقة الطاقة قولي 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 أطرد الجراثيم أطرد الجراثيم الطاقة الطاقة قولي 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 أطرد الجراثيم الطاقة الطاقة قولي 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 أطرد الجراثيم قولي 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 أطرد الجراثيم أبي أشعر بتحسن كبير الآن رائع عليك تناول الدواء عندما تكون مريضا سيساعدك ذلك على طرد الجراثيم انظرا لقد جلبت الكثير من الطعام واو كعك وشطائر ومصاصات واو أريد تناول القليل الآن انتظر حتى نصل إلى الحديقة للنزهة هيا فلنذهب حسناً كعكة تسقط ثم تتدحرج الكعكة على الأرض هل تصلح للأكل؟ الكعكة الذي أريد أكلها أكلها الكعكة على الأرض هل تصلح للأكل؟ لنأكلها لا إنها متسخة شطيرة تسقط ثم تتدحرج الشطيرة على الأرض هل تصلح للأكل الشطيرة الذي أريد أكلها أكلها الشطيرة على الأرض هل تصلح للأكل هيا تناولها حسناً لا لا تأكلها مصاصة تسقط ثم تتدحرج المصاصة على الأرض هل تصلح للأكل؟ المصاصة الذي أريد أكلها أكلها المصاصة على الأرض أضعها في فمي الجراثيم دخلت إلى بطني أو لا أين الكعكة؟ الكعكة ها هنا أين الشطيرة؟ إنها هنا أين المصاصة المصاصة؟ إبعدتي لا تأكل الطعام الملقى على الأرض أشعر بألم في معدتي حين يسقط الطعام أقفز فيه الجراثيم لا تأكل الطعام الملقى على الأرض حين يسقط الطعام تقفز فيه الجراثيم لا تأكل الطعام الملقى على الأرض مرحبا أنا كيكي وأنا ميو ميو اليوم سنذهب للعناية بصغير السيد قط هيا لنذهب معا مرحبا كيكي ميو ميو مرحبا سيد قط هل تستطيعان العناية بصغيري اليوم؟ طبعا لا مشكلة بيبي باس يتحولان إلى مربي أطفال أنا جاهزة للاعتناء بالصغير لا تبكي يا صغيري هل أنت جائع خذ زجاجة الحليب حليب حليب صغيري الجميل يا حبيبي لا تبكي يا صغيري هل مللت هذا انظر إلى الكرة بوين بوين بوين
أنت نعسان، هذا المهد نم في سلام. صغيري الجميل يا حبيبي. واو، شكرا جزيلا يا أطفال. لا شكر على واجب. اليوم كيكي وميوميو ساعدا السيد قط على الاعتناء بصغيره، لنمنحهما أوسمة. يا أطفال، حان وقت الاستيقاظ. واو، إنها تثلج. ماذا؟ الثلج؟ هيا سأذهب للعب بكرات الثلج. انتظروا، الجو بارد جدا في الخارج، رجاء ارتدوا ملابس دافئة قبل الخروج. حسنا. ارتدي سترتي الآن، اختار جهة الأمام، ادخل رأسي في الأعلى، ادخل في الأكمام يداي، انزل السترة للأسفل، اخيرا انهيت. اجل. لنلعب بكرات الثلج. أجل. كم هذا مضحك، يبدو شكلك مثل العجوز. وأنت كذلك مثل عجوز كبيرة. الآن صوتك مثل صوت عجوز. ها؟ هل هذا دخان؟ النار وحش النار المخيف، انظر لهيب الأحمر ودخان الأسود. أحرق كل شيء، شاهدوني. وحش النار ارحل عنا، وحش النار ارحل عنا، وحش النار ارحل عنا، ماذا نفعل؟ أوه، الآن فهمت، يجب أن أحمي نفسي بمنديل مبلل، أحمي أنفي وفمي. وحش النار وحش النار المخيف، انظر لهيب الأحمر ودخان الأسود. أحرق كل شيء، شاهدوني. وحش النار ارحل عنا، وحش النار ارحل عنا، وحش النار ارحل عنا، ما
يجب أن أحمي نفسي. هيا نخرج من مخرج الأمان. ها أنا وحش النار، وحش النار المخيف، انظر لهيب الأحمر ودخاني الأسمر. أحرق كل شيء، شاهدوني. وحش النار ارحل عنا، وحش النار ارحل عنا، وحش النار ارحل عنا، ماذا نفعل؟ أوه الآن فهمت، يجب أن أحمي نفسي. أتصل بالإطفاء، أرجوكم ساعدوني.